والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا مبسوطين. ورجعنا بمقطع جديد عن فورتنايت، واليوم اخوان بنعلمكم جلتشات اكس بي. وبسم الله خلوكم مع المقطع. شوف ذا الجلتش هذا يا اخوان بدون ما تستنوا ولا حتى ثانية ولا جزء من الثانية يا اخوان. وبسم الله خلونا نبدأ الماب. اوكي يا اخوان، الحين بدينا الماب. بعدين يا اخوان تروحون ايش تسوون؟ تاخذون جلابلر، تاخذون كل شباب جلابلر، اي واحد الاسود، تفضل الاسود، الاسود افضل شيء. ودك مسافة ابعد. شوف اول جليتش، اول شيء دقيقة عشان نخلي صباح يعني عشان نشوف. شباب اول جليتش، اول جليتش خفيف يا اخوان، في جليتش كثير بس خلينا نبدا اول شيء بهذا. هذا يعني اضعف واحد، نجرب التحمية بس. شوف اخوان على كل ثانية، على كل نقطة قصدي 8 اكس بي، يعني شباب خارجين تنط كذا، تنط كثير، دور 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 دور، توصل يمكن كثير مرة تمشيك. يعني شباب تقريبا نقول في الدقيقة تقريبا نجيب يمكن 5000 تقريبا، مو اكيد يعني مو اكيد. بعدين يا اخوان تروح بالرفت اللي قبل شوي، وتروحون عند المبنى هذا اللي المكيفات واللي جنبه، بس اول شيء تروحون المكيفات. وبعدين يا اخوان تلقون نفس اللي قلبه الاخضر اللي قبل شوي طلع قدام فوق قصدي، تلقون نفس اللي قلبه الاخضر هذا، تروحون عنده. طيب شباب هو اتوقع، مو اتوقع يعني، هو مطر ما بان فوق. ليش؟ عشان نطت هناك فشوي بيبان اذا كذا نفس البيت نفس المستشفى. شوف الحين، الحين طلع كم جادني؟ الف الف شوي. حلو، انا طبعا نقرب من 2000، اللي بعده كم؟ 1000. حلو حلو حلو. يعني شباب الحين نروح الجلتش الاسطوري اللي عارفين واو، يعني اسم على اسم، اسم الغرفة واو، اسم على اسم واو. طيب شباب كم يطلب منا؟ 1000 كوين. والالف كوين كيف نجيبها؟ اول شيء نروح عند اللاما الكبيرة هذه، نفتحها، وبعدين يا اخوان ناخذ منها تقريبا 500 كوين. طيب وبعدين يا اخوان تروحون هناك في مكان سري بعيد، اللي هو في لامة كذا صغيرة تلقى فيها عندها تقريبا 1000 كوين. الحين بوريكم بس ناظر بالضبط وين. شوف لامة صغيرة حرفيا، ما يعني ما تبان، صغيرة صغيرة. شوف هون هذه تحت، خلنا تفتحون اللامة هذه. شوف حتى الزر أكبر من اللامة نفسها. يلا هلا تفتح وتحصل فيه 1000 كذا يا اخوان، 1500. شوف في طريقة ثانية بروح نجمع فيها كوين، انك تخش عام او برج مع اخوياك وتجمع فلوس، تدق تذبح 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 وتجمع فلوس وتخش الغرفة هذه اذا ما لقيت الفلوس هذه هنا. وطبعا شباب الافضل انك تخش، تخش عام، بس اتوقع العام ما راح تلقى فيها اللام ذيك. اوكي يا اخوان شو مكتوب جنب؟ بس يمكن في مكان ثاني منا منا. وش هذا؟ باك تو ذا فايت. لا لا هذا اخوان مثلا اذا خشيت مع اخوياك تحارب معهم ترجع تخش هنا. بس هل اذا طلعت تخش مره ثانيه؟ لا خلاص طلعت. ايش ايش في ما يعطيني؟ المهم اذا طلعت ما لا ما يدخلك، لم تدفع. اخي اعطاني حلو 20 35 50. طيب ليه ما يكون قليل؟ لا يهمكم ابدا انه يعطيك يزودك قليل، لا يهمك ابدا، هذا اخر شيء الهم هذا، لا يهمك القله. شوف تحت اخوان يزيد بسرعه، يزيد 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 يزيد. طيب انا تقريبا استنيت تقريبا نقدر نقول تقريبا 20 دقيقه. كم جبت فيها اكس بي؟ تقريبا 100000. طبعا يا اخوان استنيت تقريبا، انا يعني بعد ما خلصت المقطع استنيت تقريبا 100، استنيت تقريبا 20 دقيقه جمعت فيها 100050. والله نسيت يا اخوان، يعني 100050000. المهم ولا هنا شباب وصلنا لهذا الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك في القناه، واذا ما انت مشترك اشترك يا اخوان. مكتوب قدام توصل 2500. طبعا يا شباب مني تجمع اكثر اقسم بالله قلت اسطوري، والله اسطوري يا اخوان. ومع السلامة.